أستاذ غسان، أنا أدعوك وأدعو الجميع لمشاهدة لقاءاتي منذ أول يوم تشكيل الحكومة العراقية، حكومة السيد السوداني. نعم أكدت في وقتها هذه الحكومة لم ولن ترى نور النجاح بقدر ما ستعانق ظلام الفشل، لأنها بنيت كما بنيت الحكومات المتعاقبة السابقة، من حكومة السيد الجعفري إلى حكومة السيد علاوي إلى حكومة المالكي إلى حكومة السيد العبادي إلى حكومة السيد عادل عبد المهدي. لا فرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة. هذه الحكومة محاصصة توافقاتية، توزيع الكعكة، توزيع المغانم ما بين القوى والأحزاب السياسية. فرق واحد بين هذه حكومة السيد السوداني عن الحكومات السابقة، وهي إبعاد التيار الصدري فقط، وإلا الكل مشاركين بالفشل والفساد، توزيع الكعكة والمغانم. طيب، لذلك الذي يعول على هذه الحكومة فهو واهم. واهم لماذا؟ لأنه نفس الحكومات السابقة يا عزيزي. ما هو الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة؟ طيب، بالمجمل بلي أستاذ محمد، إذا تسمح لي، الآن هذه الزيارة فتحت، أقول أنا ليش سألتك عن التوقيت؟ توقيت تزامن مع تصريحات رمضانية كانت أولاً بحلم شايف السيد بهاء العرجي، أنه شايف بالحلم مثل ما قال السيد مقتدى الصدر والسيد المالكي ملتقين، من باب آخر يطلع بعد الحلم يطلع السيد المالكي يقول إيدنا ممدودة للتيار الصدري وأرحب بعودة للعملية السياسية، خلقت لغط. ربما هل هو فعلا موجود هاي اللقاءات، وأما هل هذا الكلام أو الحديث لإثارة اللغط للتغطية على الانشقاقات الحاصلة في داخل الإطار؟ يعني أنا أستبعد بقاء الإطار إلى الدورة الانتخابية القادمة، بقاء الإطار إلى الدورة الانتخابية القادمة البرلمانية ما منها، أنا أعتقد تحتاج إلى معجزة إلهية، يعني حلم إبليس بالجنة، يعني بقاء الإطار التنسيقي بهذا التنظيم وبهذا يعني التماسك، ولو غير يعني غير متماسك إلى حد ما، والخلافات الآن متجذرة فيما بينهم بين القيادات السياسية. أنا أعطيت عدة سيناريوهات، ومع برنامجك قبل مدة أكدت بأنه هناك في الانتخابات القادمة سيناريوهات عديدة، وكلها كل هذه السيناريوهات قابلة للتنفيذ، قابلة للتنفيذ، وهذا أمر واضح. السيناريوهات، هو الأول، بما أنه السيد المالكي طالب بتشكيل حكومة في عام 2010، حكومة أغلبية، وكذلك السيد الصدر طالب بتشكيل حكومة أغلبية في عام 2021، وكلاهما لم يتمكنا من تشكيل الحكومة. لذلك لا السيد المالكي يتقبل بأنه خرج من تحت، يعني من جناح السيد المالكي، خرج السيد السوداني الذي خرج من جناح السيد السوداني ويتسيد على السيد السوداني على السيد المالكي، وهو السيد السوداني خرج من جناح السيد المالكي ويريد أن يتسيد عليه. وكذلك السيد الصدر لا يتقبل بأنه شخص خرج من تحت عباءته ويتسيد على السيد الصدق وهو الشيخ الخزعلي. فإذا هذه المعضلة وهذه العملية السياسية والسيناريو، إذا بما أنهم كلاهما أرادوا تشكيل حكومة أغلبية في عام 2010 وفي عام 2021، من الغير مستبعد أن ترجع صقور العملية السياسية بتحالف فيما بينهم، ويكون التحالف المالكي مع الصدر، من جهة أخرى السيد السوداني مع الشيخ الخزعلي. ويعني بالطبع أنا أعتقد إذا اكتمل تحالف السيد، يعني يكون بالمرحلة المقبلة بدل ما يكون تحالف ثلاثي السيد الحلبوسي والسيد البارزاني والسيد الصدر، أنا أعتقد المرحلة القادمة سيكون تحالف رباعي أو خماسي.